اسفي فين مشات فلوس وصيبي فين مشات فلوس المرسى فين مشات بزاف الحقوق يلا وريني شخصات تقولوا اسفي مهيبش اسفي عربي انتم هم العربيين الكبار ليش جاكي ينهبوا كيدفي في الشيء تاعو كيزيد ليش جاكي ينهبوا عاش الملك وعاش الحريه وموت الانسان على بلاده وعلى ولاده وما كانش من غير الحريه بدون منطق علمي بدون جايب تلقيح كله بيريمي حشومه عليه وعيد عليه ها بقعه سوداء كتبان في داك الشعار عليه ما كنسامحوه هو مخدم كرفس على الدوله كامله خدم الداخليه من الشعب كلشي لا سمح الوزير وزير الصحه ماشي نعبروا على الراي ديالنا بواحد الطريقه سلميه كيفما كتشوفوا كنتعرضوا بزاف التعنيف المضايقات من طرفنا هادشي كنستنكروا حنا وماشي بداك كساكنه مدينة اسفي كذلك من الشباب اللي هو معطل شكرا.